مين بيحدد مدة منحة أبحاث ما بعد الدكتوراه؟ المتقدم على المنحة هو اللي بيحدد المدة اللي هو محتاجها علشان يخلص البحث بتاعه. أهم جزء في استمارة أبحاث ما بعد الدكتوراه هي الخطة البحثية اللي الباحث بيتقدم بيها، ودي طبعا بتشتمل على كل النقاط الأساسية لأي خطة بحث: أهداف البحث، منهجيته، الأهميته ودلالته بالنسبة للمجال بتاع الباحث، وبرضو الخطة الزمنية اللي هو هيخلص فيها البحث. وبالتالي تحديد مدة المنحة بتبقى جزء من الخطة البحثية اللي الشخص بيتقدم بيها واللي على أساسه بيتم تقييمه للمنحة.